السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر مع هذا الحرب. صدق أو لا تصدق أنه حيقارب معايا 5 أيام وأنا بحاول أشتغل فيه، وكل ما أشتغل في شيء بيفشل عندنا. أول حاجة بدأنا فيها ثقبنا الحوض من الأسفل عشان تركيب الماتور، هذا أول حاجة سويناها. حبينا نمدد هذا اللي داخل الحجر، للأسف هذا الحجر زي ما احنا شايفينه جينا نبى نمدد فيه يعني ثقلنا معاه قام اتكسر، فخرب لنا الديكور اللي انا كنت حابب انه انا اعمله معه. عندنا اللي حجمه اصغر من الفتحة هذه اللي بيطلع منها، فشوف حط له غرق كل شوية ينفصل عندنا اللي مجرد تحريك هذه الصخرة. فجبنا بعض القطع عشان نبدأ نثبت فيها ونستخدمها مرة أخرى، ما فقدنا الأمل، إن شاء الله يطلع شكله جميل. شوف الفرق بين الاثنين في الحجم، هذا يركب على الهوز هذا لكن هذا ما يركب، لكن هذا حجما صغير ويدخل معانا في هذه الصخرة ولكن هذا حجما كبير. طبعا مع هذه القاعدة شوف كيف ثبتت لنا الماتور زي ما نبغاه بالضبط، من غير ما كل شوية يتغير مكانه، خلاص هي ثبتت لنا هي كده، بالإضافة إنه مفتوحة عشان نعزل الماء عن التربة اللي هنحطها طبعا في الحوض. وهذه المرحلة شوف استخدمنا اللي هو الإسفنج، استخدموه في الفلاتر كذلك، شوف كيف خلاص حتى لو حطينا حصى أو حطينا تربة هيفلترها وما يوصل للماتور ويبدأ يسد. خلاص كده أصبح في الوسط ما شاء الله تبارك الله، يعلم الله، بقول لك 5 أيام، لكن تستخدم المعدات الصحيحة، تستخدم المواد الصحيحة هيسهل عليك العمل. صحيح إنه هيكون تكلفتها شوية عالية ولكن هيكون شيء جميل. طبعا طلع ولا أحسن ما شاء الله تبارك الله، ولكن ما زلنا في مشكلة الليل، شكله جدا سيء يعني حيبان، ما أدري واضح عندكم مع الانكاسات ولا لا، شوف حجمه قد إيه. طيب في الأخير رجعنا بصراحة للهوز أو اللي الحجما أصغر عشان تدفق الماء زي ما احنا شايفينه، بسيط جدا ما هو قوي وأدى الغرض، وأخفيناه طبعا. هذا نوع من أنواع الموس اللي هو يدعى بالموس بول، طبعا احنا فككناه زي ما احنا شايفين وغطينا به الهوز، فخلاص كده ما أصبح باين معانا أبدا ولكن في تدفق الماء. هنبدأ نكمل العملية تبعنا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، انتهينا منها زي ما انت شايفها على قاعدتها جميلة، ولكن الآن ينقصنا فقط توفير إضاءة خاصة لها زي هذه الإضاءة عشان تعطيها جمال أكثر، ولكن ما شاء الله تبارك الله هي الآن في أبهى حلة ولسه ما انتهينا منها. وهذا شكلها ما شاء الله تبارك الله بعد ما اشتغل الماء داخلها، الشلال اللي احنا كنا مصممين انه يشتغل معاها، الحمد لله في الداخل جميل. هذا هو شكلها، بس نرجع نقول لك يحتاج لها اضاءة، الحمد لله. طبعا البعض كان يسألني ليش الماتور خرمناه من تحت، عشان السلك يعدي شوف كيف من الخلف، سوينا له فتحة سلك الكهرباء خلاص يصير ما يبان اي سلك او اسلاك للحوض. طبعا هيرجع البعض يتساءل يقول لي طيب كم يعني ممكن هذا الحوض تعرضه؟ تقريبا هعرضه ب 1700 ريال.